حصيلة إنجاز برنامج تحدي الألفية وآفاق التعاون بين المغرب وهذه المؤسسة شكلت محور مباحثات رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران مساء هذا اليوم مع باتريك فاين نائب رئيس مؤسسة تحدي الألفية. رئيس الحكومة نوه بالجهود المبذولة من طرف كل المساهمين لتحقيق الأهداف المنشودة خاصة في مجالات محاربة الفقر في المناطق المعنية، مشددا على عزم الحكومة السهرة على استكمال كافة المشاريع المبرمجة أو التي لا تزال في طور الإنجاز والسهر على ضمان ديمومتها. وخلال لقاء المسؤول الأمريكي مع وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة تم التطرق إلى الإعداد للبرنامج الاستثماري الجديد على ضوء النتائج الإيجابية للبرنامج الأول الذي يعرف مراحل تطبيقه الأخيرة.